وينضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. دكتور أيمن برحب بحضرتك، وعلى مرأى ومسمع من العالم كله ووسط ازدواجية المعايير الغربية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، تقصف غزة الآن تمهيدا لاجتياح بري الليلة بناء على تصريحات قوات الاحتلال الإسرائيلي، كيف ترى ذلك؟ أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. المؤكد أن ما تقوم به إسرائيل الآن من إجراءات هي بالفعل جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهي أصبحت الآن موثقة على شاشات التلفزيون، لأن قطع المياه والكهرباء والآن قطع الاتصالات والإنترنت هو بمثابة جريمة حرب كاملة الأركان، لأنه لا يمكن لأي أجهزة سواء كانت الهلال الأحمر الفلسطيني، المؤسسات الأممية التي تعمل على الأرض هناك مثل الأونروا وغيرها، لا يمكن أن تعمل في ظل انقطاع الاتصالات. وبالتالي تهدف، بالإضافة إلى قيام إسرائيل بهذه الجرائم، هي تهدف أيضا إلى تعمية العالم، وحتى لا يدرك العالم حجم المأساة التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين، لأن حتى وسائل الإعلام بعد ذلك ربما يتوقف البث من هناك، ربما لا يستطيع التحرك من مكان إلى مكان، التواصل بين شبكات الإعلام الدولية و مراسليهم على الأرض سيكون فيها صعوبة كبيرة جدا في الساعات القادمة. كل هذا الهدف منه أن تغطي إسرائيل على هذه الجرائم. إسرائيل زي ما حضرتك أشرت هي بتستعد بطريقة أو بأخرى للهجوم البري، وهي درست هذه الفكرة خلال الأيام والساعات القليلة الماضية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي أرسلت الجنرال الذي دخل في عام 2017 إلى الموصل، وتحدثت الولايات المتحدة الأمريكية طويلا هي والجانب الإسرائيلي عن السيناريو الذي تريد من خلاله دخول قطاع غزة، ودرسوا أمرين أو طريقتين. الطريقة الأولى يطلق عليها السيناريو الفلوجة في عام 2004، وهذا كان يقوم على ضربات جوية مركزة وشديدة وقصف هائل، وهذا ما نراه الآن. ثم بعد ذلك حدث اجتياح بالدبابات بالشكل الكلاسيكي الذي قدمته وقامت به إسرائيل في عام 2014، لكن يبدو أن هذه المرة والذي بقى بالفشل بالفعل. ها، جميع الاجتياحات التي قامت بها إسرائيل باتجاه قطاع غزة جميعها باءت بالفشل. الآن يفكرون في طريقة جديدة وهو سيناريو الموصل عام 2016 و2017، ويقوم على يعني قصف كل مكان وكل متر في قطاع غزة، وهي أماكن تقول عنها إسرائيل أنها بها أنفاق أو بها مقاتلين تتبع الفصائل الفلسطينية، وبعد ذلك تقوم بعمليات موضوعية، بمعنى أنها تدخل القطاع وتنسحب في ذات الليل أو في ذات اليوم، وأعتقد أنهم الآن ينفذون هذا الأمر، وهذا السيناريو بدأ بالأمس. هل ما يحدث الآن دكتور أيمن هو إبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أم أنه إجبار على التهجير؟ أنا في رأيي هم يهدفون في المقام الأول إلى تهجيرهم، لأن انظري إلى المتحدث اليوم باسم الجيش الإسرائيلي، فهو أصدر بيان وكأنه ينصح سكان شمال القطاع بالتوجه إلى الجنوب. نعم. معروف أن مساحة القطاع كلها 360 كيلومتر. إسرائيل قسمتها إلى منطقتين، المنطقة الشمالية وطولها 19 كيلومتر، والمنطقة الجنوبية وطولها 21 كيلومتر. إسرائيل بتهدف في هذه المرحلة هي أن يترك السكان الفلسطينيين بيوتهم وأماكنهم في المنطقة الشمالية وطولها 19 كيلومتر إلى المنطقة الجنوبية، رغم أن المنطقة الجنوبية بالمناسبة أيضا تتعرض لقصف وتتعرض لكل أشكال يعني القصف الإسرائيلي والإبادة الإسرائيلية. حشر حوالي 2.3 مليون نسمة في مساحة ضيقة، تقريبا نصف مساحة القطاع، كل مساحة القطاع 360 كيلومتر، عندما يتم حشرهم في حوالي 50% من القطاع، يعني أقل من يعني 180 كيلومتر، هذه مساحة ضيقة للغاية، وبالتالي هي تدفعهم بطريقة أو بأخرى للهجرة أو الخروج من القطاع دون أن تقول ذلك صراحة. أيضا عندما تقطع المياه والكهرباء والإنترنت والاتصالات وتمنع المستشفيات وتقفل المستشفيات وتمنع كل الأجهزة الإغاثية من العمل، هي أيضا تخلق بيئة مواتية للتهجير وخروج الفلسطينيين من أراضيهم. لكن أنا في تقديري، ما هي النتائج المتوقعة بعد هذا الاجتياح وسط كل ما ذكرته الآن؟ هذه البيئة المواتية للتهجير، و
الممارسات الإسرائيلية العنيفة تجاه الشعب الأعزل وقطع المياه والكهرباء وعدم إيصال المساعدات والوقوف في طريقها والقصف الآن بهذه الطريقة الوحشية، وأيضا يعني قبل قليل هناك مصادر لقناة القاهرة الإخبارية تشير إلى توغل دبابات الاحتلال شرق بيت حنون في شمال قطاع غزة. هذا التوغل وهذه البيئة المواتية، ما المنتظر بعد عملية الاجتياح البري؟ ما الذي ينتظر دبابات الاحتلال فور دخولها إلى الأراضي أو أراضي القطاع؟ يعني أنا في تقديري سوف تفشل إسرائيل فشلا ذريعا كما فشلت من قبل، وتحديدا كان أكبر توغل لها في عام 2014. هم يقولون أن السيناريو الموصل الذي رسمته لهم يعني الجنرالات الأمريكيون سوف ينجح، لكن هم تناسوا أن هناك فارق كبير جدا ما بين قطاع غزة والموصل في عام 2016 و2017. أولا قطاع غزة هو مساحة ضيقة للغاية ومنطقة مكتظة جدا بالسكان عكس الموصل، ده هذا رقم واحد. رقم اثنين، عدد وحجم ومساحة الأنفاق الموجودة في قطاع غزة أكبر بكثير وربما حتى 10 أضعاف ما كان موجود في الموصل، وهذا أمر مختلف. النقطة الثالثة وهي الأهم، أن حتى شوارع غزة إذا ما أراد الوصول إلى أي شارع في أي منطقة هي شوارع ضيقة للغاية، لا تستطيع المجنزرات والمدرعات والدبابات الدخول إليها، عكس الأمر الذي كان في الموصل وحتى الذي كان في الفلوجة في عام 2004. وبالتالي كل العوامل تقول أن هذا الهجوم سوف يفشل وأن الفلسطينيون باقون في أراضيهم. بالمناسبة لم يسبق للفلسطينيين في قطاع غزة رغم كل هذه الاجتياحات منذ اصحاب اسرائيل من القطاع نظريا عام 2005، منذ عام 2005 وحتى الان نفذت اسرائيل 5 حروب ضد قطاع غزه. حاولت في كل هذه الحروب الخمسه ان تطردهم خارج القطاع ولم يخرجوا على الاطلاق. انظري الان الجميع يحتمي في بيوته، عندما يقصف البيت يتحول الى شهيد دون ان يترك هذا البيت ودون ان يترك هذا المنزل، لان هذه القضيه ليس الهدف منها هو مجرد التهجير، الهدف منها هو اكبر من ذلك وهو تصفية القضية الفلسطينية بالكامل. معروف منذ عام 2014 وقوات الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تحاول إثناء الشعب الفلسطيني عن أو الفصائل الفلسطينية عن مكافحتها ومقاومة الاحتلال، وتبوء كل محاولاتها بالفشل. ألا تدرك الحكومة الإسرائيلية والقائمين عليها والداخل الإسرائيلي ككل أن هذه القضية ثابتة ولن تموت، وأنه بدلا عن الشهيد يولد 10؟ يعني صحيح، يعني أشكرك على هذه الملاحظة. يعني على سبيل المثال تقديرات منظمة الصحة العالمية تقول أنه في شهر أكتوبر فقط سوف تلد 50,000 امرأة طفلا جديدا في شهر أكتوبر فقط، وبالتالي إسرائيل لن تثني عزيمة الشعب الفلسطيني ولن تستطيع لأنها عزيمة قوية. لكن إسرائيل ما زالت تتمسك بالأوهام، لأنه في شهر سبتمبر الماضي ذهب نتنياهو إلى مجلس الأمن، من على منصة مجلس الأمن هذا عرض خريطة إسرائيل الكبرى، وتحدث وقتها عن حتى عن أراضي خارج حدود فلسطين التاريخية التي هي يعني تقع من نقص النقور على الحدود اللبنانية شمالا حتى رفح عند في الجنوب، ومن البحر الأبيض المتوسط حتى نهر الأردن شرقا، هو تجاوز حتى هذه الحدود. وبالتالي فكرة أن تتنازل عن أرض للفلسطينيين حتى هذه اللحظة غير واردة في التفكير الإسرائيلي، لذلك هم رفضوا كل المبادرات وكل الاتفاقيات وكل مؤتمرات السلام التي عقدت منذ مؤتمر مدريد سنة 91 وبعد ذلك اتفاقيات أسلو سنة 93. نحن الآن مر 30 سنة على سبتمبر 93 الذي كان يفترض أن تقوم فيه الدولة الفلسطينية، ورغم ذلك تلكأت إسرائيل ولم تنفذ كل الاتفاقيات بعد ذلك. عقدت عشرات المفاوضات منها المفاوضات الشهيرة في طابة وفي شرم الشيخ التي حضرها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ثم جاءت مفاوضات أنابولس في عام 2007 في عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، والتي وضعت خريطة الطريق واتفقت على أن يكون هناك اللجنة الرباعية الدولية التي تضم مع الولايات المتحدة الأمريكية روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لقيام الدولة الفلسطينية. ورغم مرور كل هذه السنوات لم تفلح يعني أي مبادرة أو أي مفاوضات.
آخر جولة من المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين كانت في أبريل عام 2014 وانتهت بالفشل بعد مفاوضات استمرت 9 شهور قدم فيها الجانب الفلسطيني والجانب العربي كل ما يمكن يعني تقديمه في هذه المفاوضات. العرب منذ عام 1996 وقالوا السلام هو الخيار الاستراتيجي للدول العربية. في عام 2002 قدم العرب المبادرة العربية للسلام. دائما ما يسعى العرب للسلام، ولكن إسرائيل لها وجهة نظر مختلفة. دكتور أيمن، الاجتياح البري لقطاع غزة هل سيفضي إلى انتفاضة حجارة جديدة في الأراضي المحتلة كافة؟ أنا في رأيي الاجتياح البري يمكن أن ينتج عنه أكثر من سيناريو. تفضل. السيناريو الأول هو أنا في رأيي هيعمل حالة من توحيد الساحات الفلسطينية، بمعنى كل مكان في فلسطين سوف يتحول إلى مكان مقاوم، لن يتوقف الأمر فقط في قطاع غزة، سوف تتوحد يعني ساحة الضفة الغربية، ساحة القدس الشرقية، حتى الفلسطينيين الموجودين حدود إسرائيل أو يسمى فلسطيني 48 أو فلسطيني الخط الأخضر، كل هؤلاء سوف ينتفضوا في تقديري ويقوموا بعمل مقاوم ضد إسرائيل خلال الساعات القليلة القادمة. ده السيناريو الأول. السيناريو نعم، عند هذه النقطة عندي سؤال وسنكمل باقي السيناريوهات. هل القوة العسكرية الإسرائيلية قادرة على مواجهة كل هذه النقاط؟ أنا في رأيي إسرائيل لديها تاريخ طويل جدا من الفشل في التعامل مع القضية الفلسطينية سواء من الجانب السياسي أو حتى في الجانب الأمني. الدليل على ذلك راهنت إسرائيل على ما يسمى بالسلام الاقتصادي حتى ينسى الفلسطينيون قضيتهم ويركزوا على الأمور الحياتية وغير ذلك. كل هذا فشل. ما يحدث الآن في الضفة الغربية على سبيل المثال في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية في كل مناطق الضفة، الذين يقومون بأعمال المقاومة هم شباب في صغار السن لا يتجاوز أعمارهم 26 أو 25 سنة ويبدأوا من 17 و18. ده معناها أن إسرائيل فشلت فشلا كاملا، أولا في أن ينسى الفلسطينيون قضيتهم أو أن ينسى الفلسطينيون معنى وقيمة المقاومة للاحتلال. لأن الاحتلال عندما يكون هناك احتلال يجب أن يكون واجب المقاومة ومسؤولية المقاومين. في كل دول العالم عندما كان هناك احتلال كانت هناك مقاومة، حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل بعيد الاستقلال يوم 2 أغسطس من كل عام. لماذا؟ لأن كان هناك مقاومة أمريكية للوجود البريطاني أو الاحتلال البريطاني للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا اعتبر جورج واشنطن بطل في التاريخ الأمريكي وأفضل لكل الأمريكيين؟ لأنه قاوم الاحتلال البريطاني وأجبر التاج البريطاني على الخروج من أمريكا وأصبح أمريكا مستقلة. لماذا هذا الحق للأمريكيين وهذا الحق لا يوجد ولا يسمح له للفلسطينيين؟ لذلك أنا في تقديري إدراك الفلسطينيين لمعنى وقيمة المقاومة هي قيمة متجذرة في الفكر والذهنية والعقلية بل في الضمير والمشاعر الفلسطينية، وبالتالي هذا الأمر لا يمكن القضاء عليه بقصف هنا أو قصف هناك أو قتل هنا أو قتل هناك. أنا في رأيي حتى برغم كل ما تقوم به إسرائيل من مجازر ومن مآسي هذا الأمر أثبت أن القضية الفلسطينية حية في الضمير الإنساني وفي الضمير العالمي. ما جرى إعادة تثبيت القضية الفلسطينية، مجلس الأمن لا يكاد يمر يوم إلا أن ينعقد من أجل القضية الفلسطينية. راهنت إسرائيل أن ينسى وعلى العالم. المستوى الشعبي ليس على المستوى السياسي أيضا لقد أحيا أو أحيت الممارسات الإسرائيلية الضمير العربي على المستوى الشعبي من جديد، و أصبح الجميع يتغنى بفلسطين وقطاع غزة وما يحدث فيه من مجازر، ليس فقط في المنطقة العربية والشرق الأوسط، حتى على مستوى العالم، حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. داخل الولايات المتحدة الأمريكية كل الجامعات انتفضت، كل الأجيال الجديدة تتحدث عن فلسطين وعن قطاع غزة. حتى الذين لديهم ضمائر حية في الولايات المتحدة الأمريكية بدأوا يتحدثوا، وربما أتحدث عن كثيرا عن السيناتور بيرني سندر. السيناتور بيرني سندر هو أكبر سيناتور في مجلس الشيوخ وشعبيته أكبر بكثير من شعبية الرئيس جو بايدن نفسه، وهذا أرسل رسالة للبيت الأبيض وللرئيس جو بايدن يقول له انظر إلى مأساة الشعب الفلسطيني وليس فقط إلى الإسرائيليين. أيضا هناك أكثر من 50 نائب في مجلس النواب الأمريكي أرسلوا عريضة ومطالب
للرئيس الأمريكي بعدم دعم إسرائيل هذا الدعم المطلق، وأن يسمح للفلسطينيين أيضا أن يعيشوا وأن يكون لديهم دولة. كل الشخصيات المؤثرة والشخصيات الكبيرة في العالم الآن تتعاطف مع فلسطين، وأصبحت غزة معروفة في كل دول العالم. في أي مكان يمكن لأي شخص أن يسعى عن غزة فكشف نعم. الجميع يتابع ما يجري فيها. في عجالة دكتور أيمن، في عجالة أريد أن أستمع إلى السيناريوهين المتوقعين من بعد الاجتياح في عجالة. السيناريو الأخطر في تقديري هو دخول أطراف أخرى على هذه الحرب، لأن عندما تجتاح إسرائيل وتقتل عدد كبير جدا من الفلسطينيين، هذا سوف يشكل رأي عام ضاغط على يعني صانع القرار لدى بعض الأطراف، تحديدا عندما نتحدث عن لبنان في حزب الله، نتحدث عن الحوثيين في اليمن، نتحدث عن أطراف الحشد الشعبي في العراق أو في سوريا. لذلك أنا في رأيي هذه دائرة قريبة جدا من أن تدخل على دائرة الحرب أو دائرة القتال الحالي. تقصد مناصرة الميليشيات في هذه الدول التي ذكرتها لكتائب حماس؟ بالتأكيد، يعني هذه الدائرة الأولى. الدائرة الثالثة، إذا ما توسعت الحرب وقامت إسرائيل مثلا بضرب لبنان نعم. وضرب سوريا بشكل كبير للغاية، هذا قد يؤدي إلى مثلا دخول أطراف أخرى على ساحة المعركة. نعم، وضحت الفكرة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية.